أعلن حزب الليكود أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدرس إجراء انتخابات تمهيدية خاطفة لاختيار رئيس للحزب، والتي تهدف وفق الحزب إلى تحطيم الأوهام بوجود تمرد داخل صفوف الحزب. وفي سياق متصل، انتهى لقاء بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان من دون أن يحقق نقطة اختراق بشأن المفاوضات الائتلافية.